موجز لأهم وآخر الأنباء من قناة ليبيا. الحدث في بنغازي، أهلا بكم. وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى روسيا في زيارة رسمية بصحبة وفد رفيع المستوى يضم عددا من نواب البرلمان ووزراء الخارجية والاقتصاد والدفاع والنفط، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المشتركة بين البلدين. وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي في تصريحات صحفية من العاصمة الروسية موسكو أن زيارة رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح تتضمن عددا من المقابلات واللقاءات المهمة، والتي من بينها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي المؤسسة العسكرية الروسية والنفط. قدم القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في بيان رسمي أحر التعازي لجمهورية مصر العربية رئيسا وشعبا في ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية في القاهرة، مبديا تضامنه التام مع جمهورية مصر العربية شعبا وقيادة وحكومة في حربها ضد الإرهاب، مؤكدا أن محاربة مصر للإرهاب ترتبط فكريا وعقائديا بالإرهاب الذي تحاربه القوات المسلحة والتي حقق فيه نجاحات حدت من تماديها وأحكمت عليه الخناق مما شكل صونا للأمن الإقليمي للمنطقة. استدعى مجلس النواب كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية لاستجوابهم يومي التاسع عشر والعشرين من ديسمبر الجاري في طبرق. عثرت القوات المسلحة بمنطقة الهلال النفطي على ألغام ومفخخات جاهزة للتفجير خلفتها ميليشيات حكومة الوفاق المرفوضة التي فرت من المنطقة قبل أيام بعد صد هجوم لها على الموانئ النفطية من قبل قوات الجيش. الجدير بالذكر أن وزارة الدفاع بحكومة الوفاق المرفوضة تبنت الهجوم على منطقة الهلال النفطية في بيان رسمي لها بعد أن ظهرت صور تناقلتها وسائل إعلام أو على شبكات التواصل الاجتماعي تجمع المدعو المهدي البرغثي رفقة الملحق العسكري البريطاني. قامت غرفة عمليات سرت الكبرى يوم الثلاثاء بتعزية لأسر الشهداء معركة هجوم ميليشيات حكومة الوفاق المرفوضة على الحقول النفطية. يشار إلى أن قوات الجيش تصدت لهجوم تبنته وزارة الدفاع بحكومة الوفاق المرفوضة على الموانئ النفطية وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح وأسرت عددا منهم وغنمت آليات وذخائر. أكدت إدارة جهاز مشروع النهر الصناعي انخفاض التدفق المائي إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها بسبب قيام مجهولين بالاعتداء على أحد الآبار التابعة لمشروع النهر الصناعي. وأكد الجهاز في بيان رسمي أن المشروع النهر ملك لكل الشعب الليبي ولا يحق لأي كان بإيقاف عملية تشغيل المشروع أو خفض ضخ مياهه تحت أي ذريعة. نشرت مديرية الهلال درنا عددا من الدوريات والتمركزات ونقاط التفتيش لمراكز والأقسام التابعة لمديرية في المناطق المحيطة بمدينة درنا حسب الخطة الموضوعة من قبل مدير الأمن. هذا وصرح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية النقيب أبو بكر العبيدي أن الأوضاع الأمنية في هذه المناطق جيدة وأن الدوريات التابعة لها تعمل لتأمين المناطق التي تقع خلف الخطوط الأمامية لتمركزات الجيش في درنا. صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع في جلسة خاصة أمس الثلاثاء على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا التي يرأسها مارتن كوبلر لمدة 6 أشهر قادمة تنتهي في 30 يوليو من العام القادم. ولمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب وتليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة، كما يمكنكم متابعة البث المباشر عبر موقع القناة الرسمي ليبيا الحدث دوت تي في. نهاية الموجز، إلى اللقاء.